مساء يا شباب، ده أول معمل موشن. هناخد النهاردة عن ماتلاب، طبعا هنشوف الريسبونس بتاع الفيرست اوردر سيستم، الريسبونس بتاع الفيرست اوردر سيستم اللي هي البلانت اللي انت شغال عليها في البروجكت. البلانت عندك في البروجكت كانت ار سي، فقلنا هنختار التايم كونست بتاعها هيبقى ب10 ثواني. فانت لما تيجي تشتغل على ماتلاب هنحطها 1/10S+1، ونشوف الريسبونس بتاع الفيرست اوردر سيستم لوحده، طيب من غير كنترولر يعني. هنيجي هنا نعمل نيو على الماتلاب سيميولينك موديل. طبعا انا مش هعمل الكلام ده دلوقتي لانه بياخد وقت عشان يفتح، انا عملته مجهزه. هتفتح الموديل بتاعك اهو، هفتح لك موديل زي ده بس بعد وقت. هنا كأنك في المعمل بالظبط، هتروح هنا تقف هنا عشان تفتح البراوزر او تختار التول بوكس اللي انت عايزه. فلما تدوس هنا خلاص هفتح لك اللايبراري دي. اللايبراري دي فيها ايه بقى؟ فيها كل حاجة انت محتاجها. هو مقسمها هنا زي ما انتوا شايفين كده، continuous الحاجات الخاصة بالcontinuous، وفي حاجات discrete طبعا مش هنحتاجها، وفي syncs اللي هي زي الاسيلوسكوب الحاجات دي، وسورسز كل انواع السيجنالز، ماس اوبريشنز كل العمليات الحسابيه سواء جين او صم او سبتراكت. طيب احنا اول حاجه محتاجين ترانسفير فانكشن في الاس دومين، ده يعتبر كونتينوس. فهنضغط هنا ونروح هنا دي ترانسفير فانكشن اهي، وكليك يمين ونقول له اد بلوك تو موديل اللي انت مسميه موشن لاب 1، تمام. ونروح للموديل هتلاقي ترانسفير فانكشن وصلت، تمام. طيب محتاجين كمان ستيب سيجنال، فهروح هنا من سورسز هنجيب ستيب اهو، ندور هنا ستيب وابعت اد بلوك تو الموديل، اوكي هتروح تلاقيها وصلت، ادي الستيب. طيب هنوصل للستيب بالفيرست اوردر سيستم اللي عندنا، وهنظبط بعض البارامترز. طيب محتاجين كمان اوسيلوسكوب عشان نعرض عليه الاشاره، فهروح من سينكت هنجيب اوسيلوسكوب، هنلاقي الاوسيلوسكوب اهو، كليك يمين وتقول له اد بلوك تو موديل اللي انت مسميه موشن لاب 1، وتروح هنا هتلاقي وصل الاوسيلوسكوب. ده اللي احنا عايزين نشوفه النهارده، عشان دي كانت اول خطوه عندك في البروجكت، ان انت جربت الار سي لوحدها اللي هي البلانت لوحدها، وشفنا الكيرف على الاسكوب، وخدتوه انتوا صورتوه بالموبايل، قلت لكم هترفقوه بايه بالريبورت اللي هتعمل. طيب اول حاجه الستيب مثلا احنا عملناها في المعمل 5 فولت، فاحنا عايزين نظبط الستيب دي تبقى 5. فتبدا الستيب تايم يعني تبدا من تايم كام، الانيشال فاليو طبعا بتاعتها صفر، اما الفاينل فاليو هي دي اللي ب5، يبقى مظبط الفاينل فاليو ب5 كانك مدخل 5 فولت. طيب الترانسفير فانكشن بتاعتك ما كانتش كده، ما كانتش 1/S+1، دي كانت ايه 1/10S+1. فبنحط النوميريتور كوفيشنت 1 اللي هو البسط، والمقام معاملات المقام بتتحط معامل الاس الاول 10 مسافة 1 كده، هتلاقي اتغيرت 1/10S+1، هي دي اللي عندك في البلاند. وده الاستلسكوب ممكن نكبره شوية كده. طيب اذا كان التايم كونستنت 10 فما ينفعش نعمل سيميوليشن تايم، لما بتيجي تعمل ران ده السيميوليشن تايم المحاكاة، زمن المحاكاة لازم تزوده شوية، على الاقل خليه 50 عشان نشوف السيستم هيستقر على ايه، وتعمل ران. طبعا هنا في حاجات تانية جيبها زيادة مش هنستخدمها دلوقتي. هو كده بيعمل run ويعرض لي الكيرف بتاع الريسبونس، طبعا بياخد وقت المتلاب بطيء. ايوه كده طالما عمل الصوت ده يبقى كده طلع خارج، افتح السكوب هيفتح متقلقوش. ده نفس الكيرف اللي انتوا طلعتوه
في المعمل ده، نفس الكيرف اللي طلع في معمل الموشي. انت مدخل ستيب بخمسة، ابتدى يديك ريسبونس كده اهو، وهيستقر في الاخر عند الخمسة، لان الستيدي ستيت جين بتاعك بواحد. طب اللي يهمني التايم كونستانت بعشر ثواني، يبقى عند العشر ثواني كده لو حسبنا التايم كونستانت هتلاقي وصلت الى 63.2 من قيمة الاول اللي هي 5 في 0.632، تمام؟ هتبقى حوالي 3 فولت و2 من 10 تقريبا، او 3 حسبتوها انتوا كانت 3.16 فولت، فهو بالظبط عند التايم كونستانت بعشرة كان الريسبونس بتاع الفيرست اوردر بالشكل ده. الكلام ده انت عملتوه في المعمل، في بعض الجروبات طلعت طبعا نتائج من اول مرة. طيب احنا حبينا نربط الماتلاب بالمعمل، وادي ده ايه الفيرست اوردر اهو، حلو قوي. ممكن نشوف دول، طيب مبدئيا كده اول معمل اللي هو تشوف البلانت على الريسبونس بتاع الفيرست اوردر اهي، دي يعتبر البلانت بتاعتي اللي هي الار سي بتاعتي مع الستيب كده، اوبن لوب مفيش كلوزد لوب، يعني مفيش حتى هنا كنترولر. المره الجايه المعمل التاني هشرح لكم لما تحط الكي بي البروبورشن كنترول وتعمل كلوزد لوب، المفروض ان انت هتقلل التايم من 10 ثواني الى 3 ثواني. شكرا.